طيب احنا معانا الباز يا جماعة، معانا الباز. طيب كمان يمكن احمد كان رشح المنتخب الارجنتيني، لكن كمان معانا محمد الباز، وانا عارف محمد الباز عاش كتير جدا جدا في المانيا ومتحمس جدا للمنتخب الالماني. معانا عبر زوم محمد، مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير على حضرتك وعلى احمد مجدي. اهلا وسهلا. انت في مساء المانيا الفل يا دلوقتي يا باسم. محمد؟ في هامبورغ. يس. في هامبورغ. حلو. كنا بنتكلم طبعا على كاس العالم، وطبعا يعني المنتخبات، وبنتكلم على المرشحين. عايز اعرف منك الاجواء عندك ايه بعد طبعا القائمه اللي خرجت، وهل في ردود افعال بالنسبه للقائمه؟ هل غياب بعض النجوم في انتقادات على المدير الفني هانس فليك؟ شايف عندك الاجواء ايه استعدادا لكاس العالم 2022 بالنسبه لالمانيا؟ طيب مبدئيا عايز اجاوب احمد، كان بيتكلم دلوقتي على الارجنتين، ويعني عايز اقول له ان النهارده برضه في الصحف الارجنتينيه كان في كلام كتير جدا على ان هم عايزين يقابلوا المنتخب الالماني علشان ياخدوا بالصقر في مباراه مش فاهمين حاجة، 2014 النهائي. مش فاهمين بيقول لك مش فاهمين حاجة. فعايز اقول ان ماريو جوتسي رجع تاني، يعني موجود النهارده في القائمه، وده صاحب الهدف الشهير 2014، ويعني كانت مباراه عظيمه جدا. فبرجوع لسؤال حضرتك كابتن هاني، طبعا اولا القائمه عليها يعني رضا بشكل كبير جدا. الوقوف كان عند 3 لاعبين، يعني ابرزهم كان هولمز مدافع دورتموند، كان الصحافه كلها النهارده اتكلمت عنه، حتى في المؤتمر الصحفي طبعا هانز فليك للتشكيله بدات المناقشه من الصحفيين والاعلام، طب ليه هولمز ما كانش في مات هولمز مدافع دورتموند، ليه ما خدتوش؟ يعني راجل في التوب فورم قايم بدور كبير جدا، المنتخب الالماني يعني عنده بعض المشاكل الدفاعيه وخلاص، يعني وصلنا يبقى عندنا مدافع جنب روديجر طبعا قائد الكتيبه الدفاعيه للمنتخب الالماني وريال مدريد. فكان الكلام قال لا، هو هولمز بالنسبه لنا لاعب طبعا كبير، وانا كلمته بشكل شخصي في التليفون قبل اعلان التشكيله، ويعني انا طلبت منه ان هو يواصل طبعا في الاداء، ولكن للاسف انا يعني مضطر ان انا العب بتشكيله معينه بعناصر معينه تخدم التوليفه وطريقه اللعب بتاعتي. فده كان من اهم العناصر اللي كان عليه النهارده سبوت، وكان في حديث كتير عليه. في لاعب تاني اسمه فلوريان فريدز، ده عنده 19 سنه، ده طبعا لاعب نص ملعب باير ليفركوزن كابتن هاني. فريدز برده كان من الكلام برده في انتقادات، يعني هانز فليك ليه ما خدش فريدز ولاعب صغير 19 سنه؟ برده كان فريدز عائد من اصابه لسه بيتعافى منها في المباريات الاخيره، فلعدم الاستعداديه او ان هو مش كامل بشكل يعني واضح من الناحيه الفنيه لهانز فليك فتم استبعاده. ولكن طبعا هانز فليك زي ما احنا عارفين بيعمل التوليفه ما بين عنصر الشباب وعنصر الخبره، عنده 4 لاعبين نقدر نقول يعني موكوكو، يعني يوسف موكوكو في حلقه من الحلقات اتكلمنا مع حضرتك، يعني يوسف موكوكو المهاجم دورتموند، وقلنا ان ده لاعب بارز وهنشوفه في الفتره القادمه. تم طبعا استدعائه في تشكيله منتخب المانيا، اللاعب ده عنده 17 سنه يعني مهاجم وهداف بروسيا دورتموند لهذا العام، موكوكو 17 سنه، عندنا جمال موزيالا 19 سنه طبعا اللاعب الكبير بتاع بايرن ميونخ، عندنا طبعا كريم ايديمي ده لاعب مهاجم ايضا لبروسيا دورتموند عنده 20 سنه، وتم ضم كوتشاب ده المدافع السنتر باك كابتن هاني بتاع ساوثهامبتون في البريمير ليج، لاعب ده عنده 20 سنه. كلها اعمار صغيره محمد، ويمكن كنت بكلم احمد في الموضوع دوت، واحمد كنت بتكلمني عن في مشكله في الدفاع، بتقول لي منتخب المانيا منتخب قوي ولكن عنده مشكله في الدفاع. لو عندك اي اسئله للباز بالنسبه للجزئيه دي، يعني انت شايف المنتخب الفل يا باز، عامل ايه؟ اخير احمد، اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ يا رب بخير. انا كنت بقول للكابتن انه في مشكله في السنتر باك اللي هيلعب جنبه روديجير. انا كنت شايف ان استبعاد هوملز ماتس هوملز يعني في علامه استفهام كبيره، خصوصا ان غالبا العنصر اللي هيجي جنبه هو سولي، نيكلاس سولي. انا بحس ان سولي عنده مشكله كبيره يعني في الليفل اللي هيلعب فيه، اللي هو بتاع كاس العالم او قدام خصوم كاس العالم. فانت الى اي مدى الاول رصدت يعني الصحافه الالمانيه قلقانه مثلا من مشكله في قلوب الدفاع،
او على مستوى خط الدفاع بشكل كامل مع اتجاه فليك انه يجيب عناصر شابه كتير؟ وانت ايه رايك الشخصي في الموضوع ده؟ هو انا رايي الشخصي متفق تماما ان كان هولمز لاعب في التوب فورم مدافع دورتموند كان المفروض يكون متواجد. انا بتفق معاك تماما، زولر مش دايما يعني ما عندوش الاستابيليتي، يعني لاعب مدافع عنده اخطاء كثيره جدا، هو بيتقدم كثير ولاعب كان من اهم الركائز لبايرن ميونخ في السنوات الماضيه قبل طبعا انتقاله لدورتموند في هذا الموسم. زولر طبعا عنده مشاكل كثيره، عندك حق يعني متفق معاك تماما، وكان لابد من وجود هولمز. ولكن النهارده في التصريح في المؤتمر الصحفي لهانز فليك يعني تم سؤاله هل من الممكن ان انت تستدعي لاعبين ثاني او تغير في التشكيله في الايام القليله المقبله قبل السفر؟ هم مسافرين طبعا عمان وفي مباراه وديه، والمعسكر مقام في عمان قبل طبعا السفر يوم 18 نوفمبر لقطر. فرد هانز فليك وقال طبعا وارد جدا، احنا مصرح لنا ب 24 ساعه قبل بدايه كاس العالم ان انا اقدر استدعي احد اللاعبين. فاعتقد في ضغوط اعلاميه من ناحيه هوملز بشكل كبير جدا، الخوف طبعا بوجود زيل جنب روديجر ده هيكون قلب الدفاع. انا عايز اقول لك ان كوتشاب المدافع بتاع ساوثهامبتون ده لاعب طبعا زي ما قلنا 20 سنه، بس اعتقد هيكون ليه ادوار كبيره جدا. من وجهه نظري ان هو هيبدا دايما بزيل وهيبدا بروديجر في قلب الدفاع، وطبعا هيعتمد طبعا على الظهير الايمن والايسر دايما متعارف عليه، دايما معروف بيلعب هوفمان في ناحيه اليمين او بيلعب طبعا براون ناحيه الشمال، دايما بيعتمد على هوفمان كظهير طبعا باك رايت بيتقدم وبيساعد طبعا لو كان هيلعب قدامه جنابري على سبيل المثال. فاعتقد هانز فليك بيعرف يدور اللاعبين وهو واثق تماما بالمنظومه الدفاعيه مع الاظهره اللي تم اختيارها. طيب محمد، اتكلمت على الشكل الدفاعي قبل طبعا ما ننهي معاك، عايزين كمان على مستوى الهجوم، على مستوى رجوع جوتسا بعد غياب يعني امتد لخمس سنوات عن المنتخب الالماني كمان بيستدعي لكاس العالم، ردود الافعال هناك هل في رضا عن انضمام جوتسا او عوده جوتسا مره ثانيه للمنتخب الالماني ام انتقادات لاذعه ايضا لهانز فليك؟ هنا في نقطتين، اولا لا ما فيش انتقادات طبعا لان لاعب جوتس ده بيفكرهم بالمباراه التاريخيه 2014 فهم متفائلين بيه، حتى النهارده رفعوا طبعا في المواقع او بعض السوشيال ميديا في المانيا رفعوا الصوره اللي كان فيها التيشيرت لما جوتس رفع تيشيرت الرويس ان هو بيقول له بنهدي لك كاس العالم، حتى ماركو رويس كان مصاب في نهائي في كاس العالم 2014 تم اصابته هذا العام ومش هيشارك للاسف. كان في مخاوف كبيره جدا في الايام الاخيره يا كابتن هاني في الناحيه الهجوميه في الشكل طبعا المهاجم الصريح، خاصه بعد اصابه تيمو فيرنر. تيمو فيرنر طبعا اتصاب في الايام القليله الماضيه، اصابه ماركو رويس، كان في لاعب مستبشرين به خير اسمه لوكاس نيميشا. لوكاس نيميشا ده طبعا مهاجم فولسبورغ، شفنا المباراه الاخيره فولسبورغ فريق عمر مرموش امام دورتموند، وطبعا لوكاس نيميشا احرز الهدف الثاني، يعني الرصاصه اللي قتل بيها دورتموند وفاز. بعد احرازه الهدف الثاني تم اصابته لوكاس نيميشا، فاصبح في مخاوف كبيره جدا من الناحيه الهجوميه، ما عندكش مهاجم صريح. ده عمل ايه هانز فليك؟ زي ما قلنا ضم موكوكو، يوسف موكوكو اللي هو 17 سنه، ضم كريم ايديمبي معاه طبعا كتيبه يعني ناريه خلفه. يعني لو نتكلم على بايرن ميونخ وزي ما قلنا هو قوام بايرن ميونخ والافاقه اللي بايرن ميونخ عليه. قبل ما نتكلم على بايرن محمد، خلينا طالما انت موجود هناك وكان شيء مهم كمان لمنتخب السنغال، بنتكلم كل الناس بتتكلم على اصابه ساديو ماني، الاجواء عندك ايه والتقارير الطبيه اللي خارجه من البايرن بتقول ايه؟ هل اصابه تستدعي غياب كامل عن المونديال؟ هل هي اصابه لمده ايام او اسابيع قليله؟ قول لنا برضو موقف ساديو ماني مع منتخب السنغال هيكون ازاي؟ انا تواصلت النهارده بخصوص الخبر ده مع يعني الجهاز الاعلامي لبايرن ميونخ، والنهارده نزلوا ابديت على الويب سايت الصفحه الرسميه لبايرن ميونخ كل اللي ذكروا فيه بخصوص ساديو ماني ان هو هيغيب عن المباراه القادمه مباراه شالكه يوم السبت القادم، وان في هناك فحوصات ما زالت مستمره وان هم على تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب السنغالي، ولم يعلنوا بشكل رسمي ان هو قد يغيب عن كاس العالم. الكلام كتير في الصحف ان هو قد يشارك ولكن ممكن ما يشاركش في اول مباراه، ولكن هو هيلتحق بالتشكيله طبعا وممكن يسافر عادي، ولكن من المحتمل الا يلحق اول مباراه او ثاني مباراه، ممكن ما يلحقش اول مباراتين. ولكن رسميا من موقع
بايرن ميونخ والجهاز الاعلامي النهارده صرحوا بكلام واضح وصريح انه سوف يغيب فقط عن المباراه القادمه اللي هو الجوله الاخيره اللي هي قبل كاس العالم يوم السبت القادم. محمد بنشكرك، شكرا جزيلا يا محمد، شكرا جزيلا على وجودك معانا من هامبورغ، وان شاء الله يعني نشوفك لما ترجع بالسلامه. شكرا جزيلا محمد الباز عبر زوم من هامبورغ كان معانا على شاشه قناه النادي الاهلي.